خوتي دائما احنا في حنا دائما مع مشاكل جاليه وخوتنا في الغربه. اليوم رانا مع اخونا عز الدين في دبلن، عنده مده ما عرفش حلقه، هو ساكن في هنا في ايرلندا. حسبنا جماعه على كل حال تسجلنا معهم البارح على المشاكل تاع الجاليه في ايرلندا، نهضروا ونسجلوا معاه ان شاء الله. خويا عز الدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك خويا عز الدين؟ الحمد لله. شحال عندك في ايرلندا؟ عندي 13 سنه. 13 هذه غير في ايرلندا؟ نعم. وباقي الدول الاخرى؟ 8 سنين في المانيا. وطاليان هذيك قديما، هذه 20 سنه، هذه اخر. واش يعني رايك، يعني واش علاش انت على كل سؤال هذا دائما نسال الناس، يعني يكون بلادك مليحه واش راك دير في بلاد الناس؟ هذا يعني يكون انت قلت بلادك مليحه واش راك دير في بلاد الناس؟ انا نكون بلادي مليحه غير جات من ناحيه حتى التعليم والاحترام، ما نقعدش دقيقه هنا. انا عايش هنا كاني عايش كما احنا نقولوا بالعاميه مور فيفون، راني احنا انا ميت حي. تاكل ما تعجبك، ترقد ما تعجبك، تحوس ما تعجبك، ما نحوسو مالو، من الدار للجامع نجي ونصلي وندي ولادنا يقراو، من القرايه ندي ولادي للدار ونريح، ولا نروح مع ولدي يلعب الكره في الرياضه. ما عندي ولا شيء، ما عندي، ما راح ندير فيه ولا شيء. انت يسمى مرغوم كيما خوتنا اللي عايشين في جامع دول العالم. والو انا ما نزوخش كيما الناس اللي عايشين في اوروبا، يبدا يقول لك انا عايش في اوروبا ويهبط عطله صيفيه ويقول وحنا ما كاش حنا. حنا في الجزائر اصلا الانسان البسيط اللي في الجزائر اللي عايش عيشه بسيطه جدا احسن منا بألف مره، احسن منا بألف مره. علاش مليح، علاش احسن منا في كلش، في الهنا، في كلش، يعني يعيش في البلاد حتى في الميزيريه لو جات الحكومه مليحه شويه برك جرام شويه برك يعطيهم غير القوت، ما يمدوش يديهم يخليهم شويه كرامه عزه وكرامه، بألف مره خير منا. احنا ما عايشين والو هنايا ولا شيء. لو يقول لك عطاوك هما اصلا هذا ما يحبوناش، مستحيل راح يحبوك، مستحيل يحبوك. وحتى ربي في القران ولا ترضى عليك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اصلا ما يحبوناش وفي كلش وعندهم وما كاش ناس عندهم الراسيزم. كل اوروبا فيها الراسيزم، وفي امريكا وفي كل مكان فيها من الراسيزم. بلادك يكذب عليك ديال. واما الحكم بعد تجي الحكومه تاعنا لما نحبوا اوراق من القنصليه تاعنا ولا اي حاجه. وين داير القنصليه؟ في ايرلندا، في بريطانيا. انتم عايشين في دوله موحده، جمهوريه ايرلندا دوله اوروبيه تروح حتى لندن. احنا منسيين، ما عندنا ولا شيء. الحكومه تاعنا الفلوس اللي عندها النار ما تفضهاش، وباش دير لنا غير قنصليه هنا ما دير لناش، وتسرق في الفلوس الحكومه تاعنا وتشدي وما درت لنا ولا شيء، وما شفنا منها والو، وما فهمتش انا. احنا اصلا احنا واحد ما يدافع علينا، واحد ما عندنا ولا شيء. ورغم هذا لما نحبوا حاجه من بريطانيا كنت بعت رساله ويخص فيها التمر ما يبعثوها لكش، وكنت بعت اوراق ناقصين، تبعت مثلا رساله تحب باسبور باه يجيك الباسبور تاعك، ما يردوش عليك، يخليوك حتى تتصل بهم انت لما تكلمهم. واش يقول لك؟ تقول له علاش ما بعتليش الجواز تاعي؟ يقول لك يخصوا فيه كذا وكذا. يا اخي العزيز، انت لما تجيك حاجه ناقصه رد عليا، ابعث لي رساله قول لي يخصك كذا وكذا وكذا. اذا ما عندكش التليفون تاعي تقدر تبعث لي رساله، عندك العنوان تاعي تبعث لي رساله تخصك هذه وهذه وهذه، وانا نرد عليك، نعطيك الاوراق الناقصه. راك في اوروبا، رساله تلحق. نعم الرساله تلحق، 3 ايام تلحق، ما على بالوش بك. حتى تولي تكلمهم، ومرات تولي متخاصم معاهم. انا اخر مره والله العظيم حتى وليت قلت لازم نكلم القنصل بالسيف نكلمه، ما حبيتش نشرك روسي. قالوا لي ما كاش. من بعد قلت لك فريني، من بعد الحق باش نقول كلمه الحق. لما جات القنصل تكلمت معي، تكلمت معي بادب وكانت راقيه جدا، وكلمتني مكالمه قالت لي نبعث لك الاوراق تاعك، وبعثتهم لي صح. بصح بعد ما بعد حتى كرهت حياتي معاهم، ووليت متخاصم معاهم، ووليت في نرفزه وفي حاجات كثيره. على حاجه ما تكلف والو. والو ولا شيء. قريت كومونيكاسيون حاجه. والو ولا شيء. المفروض هما حطوهم تما باش يخدمونا احنا. احنا اللي نكونوا سيادهم، مش هما سيادنا. هما يشوفوا العكس. انت علاش حطوك تما؟ باش تخدمني انا كي نجي انا كما هنا في اوروبا، كي تجي كي المعلم تدخل يخدمك يعطيك الورقه ويزيد يقول لك ثانك يو وتجي رايح. لا هو يفكر لما يخدم هو في القنصليه هناك يحسب روحه هو احسن مني وسيطر على الناس. انت هما عطوك تخدمني انا، انت تخدمني ليا انا، مش انا اللي نخدمك. خاصك هذه تحطها في راسك انت، حتى من ناحيه الشرع، من ناحيه الديمقراطيه اللي ما نمنش بها اصلا انا، من ناحيه الكفار اصلا ما نمنش بها. لازم تكون العمل تاعك كما هكذاك، وباش تخدم الناس روح لاي مكتبه يخدمك وخايف منك، يخدمك في اطار القانون، لانه خايف من القانون. خايف من اطار القانون. نعم، لان تنجم تحاسبه. هما لا، هما يخدموا العكس. كي يموت واحد انا كيف ديروا له؟ كي يموت واحد هذه عندي 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 تجربه معها من المانيا انا. إيه؟ عندي تجربه من المانيا معها وفي فرنسا وفي كل مكان نزلت ناس من فرنسا ومن المانيا. وعند فيها مشاكل كثيره، فيها هنا خاصه على ايرلندا. هنا كي يموت واحد كيف ديروا له؟
نديروا كاين اللي يدفنوه كاين اللي يدفنوه هنا وكاين اللي يديروه للجزائر يديوه كيف يهبطوا للجزائر. انا هنا ما هنا ما تعاملتش بزاف يديوه ياخذوا اوراق من عند القنصليه وفيها لندن لندن وفيها اجراءات وفيها ما نعرف واش فيها اجراءات كبيره دي صعبه جدا والميت يبقى هنا لمده طويله باش عاد يهبط ما يكونش يعني بسرعه ما ينجمش لان باش تروح لندن وتجيب الاوراق ما عندكمش فول هنا تاع طياره منها ما كاش فول ما كاش لازم يروح لاسبانيا ولا لفرنسا ومن بعد باش يهبطوه ما كاش والمفروض انا اللي نعرف الله اعلم لك هذه معلومه تاعي خطا ولا المفروض هما يدفعوا لك التذكره ما يعاونوكش اصلا هم ما يعاونوكش المفروض اصلا المفروض الدوله تاعنا المفروض تعاوننا عندها الفلوس علاش حتى نحن نلموا الفلوس بين بعضنا ومن بعد باش نبعثوا. الله المستعان. حاجه اخرى يعني هنايا انتم القاضي نرجعوا للقضيه القنصليه انتم عدد كبير هنا في ايرلندا شكل كم قالوا لي فايت 3000 بين 2000 و 3000 وازيد المفروض يديروا لنا اقل شيء يديروا لنا مكتب يكريوا لنا مكتب صغير ويديروا لنا جميع الاجراءات ويعطيوه واش يعطيوه كاشي واوراق وخلاص واش راح يديروا راح يحكم دوله هو مستحيل هذه في دوله ان كيما هذه فيها واحد اكثر من 3000 يعني جزائري بدون قنصليه وهذه يعني والله عيب. علاش عيب؟ لانني شفت واحد الدول كيما مدغشقر ولا اخر جاليه قليله وعندهم سفاره وقنصليه. ما هو السبب اللي يخليهم ما يديروش؟ قضيه كلها قضيه فلوس. هل الجزائر ناقصه فلوس؟ هل الجزائر ناقصه فلوس؟ هما يدوا الفلوس بالشكاره يديو ما نعرف واش شاكيب هرب بعده مليارات الخليفه ما نعرف بعده مليارات هذا هرب بعده مليارات. لما يديروا لنا احنا القنصليه الجاليه الجزائريه لاولادنا المدارس المدرسه ما عندنا والو احنا ما عندنا ولا شيء. دار واحد المدرسه هنا في المسجد ما تسوى ولا شيء مستوى صفر جدا. علاش انت هذو خوتنا في الغربه الله يبارك راهي عدد كبير من الجاليه واش تقول لهاد الناس يشوفوك انا واش تتمنى لهم؟ انا نتمنى ان شاء الله يجي كاش مسؤول في الجزائر يكون عندنا رئيس يكون عقل جدا. احنا باش هي المفروض احنا نطلبوا يكون يحكمنا الاسلام ان شاء الله لكن الاسلام مازال بعيد جدا هذاك بعيد علينا جدا لان لازم يخصها المعامله نحوسوا غير معامله يعاملونا كبشر هذه لان شوف في جميع الدول اللي تحترم نفسها شوف في جميع الدول المستوى المنخفض في المعامله الاداريه هي الجزائر في كل شيء في الجزائر صفر في كل شيء. ممكن الصومال احسن منا الصومال على بالك الويسترن يونيون بالفلوس اللي يبعثوا تبعتها من كندا يهزوها في الصوماليا بسرعه ما فيها ولا شيء صح. احنا مشكله طبعا احنا وسترن يونيون الله اعلم ما عندناش في الجزائر اصلا انا عمري لا كاين السيد قال جابوا له حكايه ارجع غدوه ما غدوه فمشكله شفت زيد مع البنوك دوله كما الجزائر يعني المفروض الجزائر دير لنا العجائب والغرائب كما احنا نكونوا في مستوى دوله قطر. الفلوس الجزائر عندها الفلوس ما شاء الله درنا نكونوا في المستوى دوله قطر وعندنا خبره وعندنا الجاليه كبيره في اوروبا كامله ناس قاريين عندنا في كندا عندنا في فرنسا في أمريكا. المانيا انا نعرف ناس قاريين في المانيا نعرف واحد يروح يدرس كل اسبوع يروح يدرس جنس مره في سويسرا مره في هولندا مره في المانيا مره في بلجيكا مره كل مره في بلاد يعني ناس عندنا متقفين والحمد لله ما تخصناش هذه ما تخصناش. واش تقول خاوتنا هذو الجزائريين هذو اللي مشتين مساكن كليتاما في بلدان الناس يعني واش نصيحتك ولا واش مخصوص النصيحه مادام الدوله تاعنا مدمره والبلاد راح تنهار في اي لحظه البلاد تنهار تاعنا احنا في اي لحظه تنوض واش راح نقول لهم؟ راهم شردين كيما هما باللي عنده مستوى باللي ما عندوش مستوى باللي عنده مستوى باللي ما عندوش مستوى ما يقدر يفعل ولا شيء مع هذا من الجنرالات اللي حاكمين البلاد ما يقدر يدير ولا شيء. علاش ما يقدر يدير حاجه في الجزائر؟ لازم يتغير كل شيء النظام كامل يتغير وباش العاده تبدا ويبنيو من جديد. وانا ما نحوس يجي اي واحد انا يجي اي واحد مش فلان نقول لك انا ولا انا ولا يجيني عليه بالحاج ولا فلان ولا علان انا نحوس يجي صالح اقل شيء يخدم بلاده برك يخدم بلاده كما يخدموها كما الكفار يخدموا في بلادهم صح. هذا واش نطلبوا برك انسان عادي بسيط يخدم ولاده بلاده ويغير على بلاده ويدير لنا البنيه التحتيه الماء التريسيتي القدرون في الطريق حدائق عامه مدارس وخاصه المستشفيات والمدارس والجامعات. هو التعليم يبني ولا 50 سنه لقدام لان التعليم في الجزائر راه ولا صفر حطموه وهذا هما واش قاعدين يخدموا هما يخدموا باش الشعب يصبح جاهل ماهوش مثقف باش يبقوا يحكموا فينا دائما وتبقى البلاد مدمره. تعرف تركيا داروا خطه تركيا يخموا على 20 سنه الامام عندهم اكثر من 200 الف طالب مدرسه يبداوه من الابتدائي حتى يتخرج بعد 20 سنه ولا 30 سنه يسوقوا اجيال 2000 سنه
يسوقوا أجيال، هادو المثقفين هما يسوقوا البلاد، يقريوا فيهم من الصغر، يبدأوهم من الابتدائي حتى يكمل حتى الدكاترة. كتبت عنده هو 200,000 دكتور يخرجوا كلهم مع بعض، واش يديروا هذا في البلاد؟ يحكموا جميع المناصب الرقيه، يصيروا البلاد كما يحبوهم بالتطور. بالتطور. اما اذا انت ما قاري ما والو، كيف هتسير البلاد؟ وزيت سراق. وزيت سراق. شفار. شفار. خويا هذاك الفيديو راح يشوفها خاوتنا في الغربه فاميل تاك، واش تقول لهم يعني؟ تسلم عليهم. مش السلام عليكم كلكم، يعني ماشي غير لا عائلتي ولا كل الناس وكل الجزائريين، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك خويا. فينا وفيك. السلام عليكم.